أنا شعوري كتير حلو بعد هالحفلة وبعد هالتكريم الحلو. أنا تدربت كل يوم 4 ساعات قبل مشان هذا الاحتفال. 3 أسابيع نحن عرفنا إنه في هون حفلة، كانت تكريم لطفل قيس الصفدي يلي اختاروه مع 3 أطفال آخرين بمهرجان موسيقى الأجيال بالكرملين، فحبينا هيك نكون معه دعم له مثل هيك هدية له. وهذا التكريم كان من قبل الدكتور غياس الأخرس وبنشكره كلياتنا. كانت تدريبات يعني على حسب يوم، مثلا 3 ساعات، أيام 4 5 ساعات، على حسب كل يوم. كثير مبسوطة إنه قدرنا نعمل شيء هيك فيه فن وفيه حضارة وقدرنا نقدمه للعالم. شعوري كثير حلو، ودائما بعد حفلة كثير حلو إنه تشوف الجمهور شلون عم شلون شعوره باتجاه الشيء اللي أنت اشتغلت عليه. وكم ساعة يعني كثير، حسب يعني إنه أيام تتدربي ساعة، أيام 4 سنين، حسب قديش لازمك تدريب كل واحد شكل.